لازم تثبتون بالإيمان، ولازم تشجعون بيناتكم، ولازم نتحمل صعوبات ومحن كثيرة قبل ما نفوت المملكة الله. ايه نعم، وانتم كلتكم أولياء الله بسبب إيمانكم بالمسيح عيسى بن مريم، ولهذا انتم هسع أولياء ما عبيد. والله أنعم عليكم بنصيب بمملكته، وأنا أقصد أن أقل لكم عيشوا برشاد الروح القدوس، وكمؤمنين لا تنفذون رغبات الدنيا اللي بداخل كل إنسان، انبور هذا يخالف رغبات الروح القدوس اللي بالمؤمنين، انبور كل واحد يعارض الثاني، لذلك خلي الروح هو اللي يرشدكم، انبور رغبات الدنيا معروفي وتقود صاحبة للزنا والنجاسي وعبادة الأوثان والسحر والعداوي والغضب والأناني والحسد والخصام والانقسام والسكر والعربدي إلى آخره. وأنا أحذركم مثل ما حذرتوكم من قبل، اللي يمشي حسب هاي الرغبات ما له نصيب بمملكة الله، لكن ثمر الروح للمؤمنين هو المحبة والفرح والسلام والصبر واللطف والكرم والأمانة والإخلاص والوداعة وضبط النفس، وماكو شريعة ثانية تقف ضد هاي الفضائل. واللي يتبعون المسيح قتلوا بداخلهم رغبات الدنيا وشهواته وملذاته، وبما أنه نحن هسا نعيش بقوة الروح القدوس فلازم نمشي بإرشاده. يا أخوتي، إذا وقع واحد منكم بخطأ لازم أنتم الناضجين تغدونه بطريقة لطيفة، وانتبهوا أنتم هم انتبهوا لنفسكم حتى ما تقعون بخطأ، وتعاونوا بيناتكم بالأمور الصعبة، وبهذا غيح تنفذون شريعة المسيح. يا أخوتي، خلونا نصوم ونصلي وندعي الله سبحانه وتعالى حتى يساعدنا ونعين لكم الشيوخ يكونوا هيم المسؤولين على مجموعة المؤمنين، وبعد هذا غيح نستودعكم أماني بيد الله. بعد هذا أبحروا الأنطاكية بسوريا، ولما وصلوا هنوك جمعوا المؤمنين اللي بعثوهم للخدمة وحكولهم على كل اللي صار بواسطتهم، وأشهون الله فتح باب الإيمان لكل الشعوب، وظلوا معاهم بأنطاكية وقت طويل وهي مشجعوهم. وهسع يا إخوان، أريدكم تعرفون بأنه نحن ما عندنا القدرة أن نعمل أي شيء من ذواتنا، لكن كفائتنا من الله سبحانه وتعالى، فهو اللي أهلنا حتى نخدم العهد الجديد اللي طعانه هو المسيح، اللي ما انكتبت شريعته بحروف لكن مكتوب على قلوبنا بالروح القدوس. انبر كل شخص خاطئ وينقاس حسب شريعة العهد القديم ينحكم بالموت، لكن الروح يطعين الحياة. Thank you.
أسهم سافر الأنطاكية بسوريا، وكان أول مرة يأكل مع المؤمنين اللي ما من بني يعقوب. لكن لما جو بعض الغجيل من عند يعقوب من القدس، بدأ يتراجع ويتجنب الأكل مع الناس الأغراب اللي ما من بني يعقوب. انبور هو خاف من هذول الغجيل اللي كان يدعون المؤمنين لتطبيق شريعة موسى. انتم لازم ما تاكلوا مع الناس الاغراب اللي ما يتبعون شريعه موسى. اي نعم، ولازم ينختنون حتى يكونون من اتباع شريعه موسى. صحيح. اي نعم، لازم ينختنون حتى يحصلون على النجاه. يا جماعه ما يصير تحكون هالشيء. انبور هذا الحكي ما يتفق مع حقيقه الانجيل. يا بطرس، انت من بني يعقوب، ومع هذا ما تعيش مثل بني يعقوب، لكن تتبع عادات الشعوب. فليش تحاول تجبر الشعوب والناس حتى يتبعون عادات بني يعقوب؟ اسمعوني مليح، اسمعوني. نحن من بني يعقوب أبا عن جد، ونحن ما من الشعوب المذنبين، ومع هذا نحن نعرف كلش مليح أنه الإنسان ما يصير صالح عند الله بالعمل وبمتطلبات الشريعة، لكن بالإيمان بعيسى المسيح. ونحن آمنا بالمسيح حتى نكون من عباد الله الصالحين. لا، لازم ينختنون ويعملون بشريعة موسى وفرائضه. اي نعم، الشريعة هكذا تقول. يا جماعة، هذا الكلام اللي قاله بول الصح؟ لا، الصح أن نطبق شريعة موسى. يا جماعة، دسمعوني مليح. هل بني يعقوب لهم امتياز على الناس؟ وأكو هنوك فائدة أن يكون الشخص مختون؟ نعم، أكو فوائد كثير. أنا معاكم، أكو فوائد من كل جهة، وأهم أن الله سبحانه وتعالى استأمن الناس اللي من بني يعقوب على كلامه. لكن أش يصير لو قسم منهم ما مؤمنين؟ هل هذا يعني إلغاء وفاء الله؟ الجواب طبعا لا، وصدق الله لو كذبوا كل الناس. فإذا كان شغنا يبين صلاح الله بهاي الحالة، ايش نقول؟ ها نطيق نقول الله ما عادل انبور هو يعاقبنا؟ حاشا لله. والجواب طبعا لا، انبور الله إذا ما عادل فأشو نغيح حاكم العالم؟ يا بولس، إذا كان بسبب كذبي يظهر صدق الله وهذا الشيء يعود علينا بالجلال، فليش يعاقبني على ذنبي؟ يا أخي هذا ما صحيح. انبور أنت عاد تحكي مثل واحد اللي يقول ليش ما نعمل شغ حتى يجي منه الخير؟ شلون حكي هذا؟ خليني أحكي بصراحة يا بولس، نحن اللي نتبع شريعة موسى ما أحسن من باقي الناس؟ لا أبداً انبور، أنا وضحت أنه كل الناس سوا وهم عبيد للخطية ومذنبين قدام الله، ومثل ما يقول الكتاب ماكو واحد صالح أبدا. يعني قصدك تقول الشريعة نفسها خطأ؟ طبعا لا انبور، الشريعة هي اللي خلتني أعرف أشنو الخطيئة. فمثلا لو ما قالت الشريعة لا تشتهي، ما كان عرفت أشني الشهوي. لكن الخطيئة لقت النفس فرصة بهاي الوصية وثارت بيها كل أنواع الشهوات. انبور إذا ماكو شريعة ما كان للخطيئة هذا التأثير. ولما حاولت أن أحفظ الشريعة وأربح رضا الله، لقيت ما أطيق أبدا أن أحفظه، ولهذا استحقيت الموت. وهسع أنا أعيش بنعمة الله، أنا انصلبت مع المسيح، واللي عيحي هسع ما أنا، المسيح هو اللي يحيى بي. اي نعم، والحياة اللي عاد اعيشها هسع اعيشها بالايمان بالمسيح اللي حبني وضحى بحياته من اجلي، وهاي نعمة الله وانا ما غير ارفضها.
ولو كان العمل بمتطلبات الشريعة يعملنا صالحين عند الله، فبهاي الحالة موت المسيح ما له معنى. استمر الخلاف بين بولس وبرنابا من جهة والأخوة البقية من جهة، واتفقوا أن يروح بولس وبرنابا مع بعض الأخوة للقدس للرسل والشيوخ بخصوص هذا الموضوع. بعد ما ودعوهم الناس المؤمنين مروا بلبنان والسامرة، وكانوا يطعون تقرير عن اهتداء الناس الأغراب، وفرحوا الأخوة كلتهم. ولمن وصلوا للقدس استقبلوهم الشيوخ والحواريين وقالوا لهم على كل اللي عملوا الله بواسطتهم. يا جماعة نحن فرحانين أن نسمع هاي الأخبار، لكن أشنو؟ لكن هذا ما يمنع أن الناس الأغراب لازم ينختنون ويعملون بشريعة موسى. يا جماعة نحن اجتمعنا هون حتى نوسع حل هذا الموضوع. نعم، ولازم تكون فائدة من نقاشنا، فأشنو رأيك يا بطرس؟ يا أخوتي اسمعوني، انتم تعرفون انه الله سبحانه وتعالى اختارني من بيناتكم حتى بواسطتي يسمعون الناس الاغراب رسالة المسيح ويأمنون، والله يعلم ما بالقلوب، واظهر انه قبلهم وطعاهم الروح القدوس مثلنا تماما وما فرق بيننا وبينهم، والله يطهر قلب كل انسان يؤمن بالمسيح. فليش تغضبون الله بهذا الوقت وتخلون اثقال الشريعة على اعناق الناس؟ ما طاقوا آبائنا ولا نحن نفسنا طقنا أن نحمله، وكلتنا نؤمن أنه بواسطة الإيمان بعيسى المسيح ننجو من النار نحن وهي سوا. ونحن حكينا لكم على كل الآيات والعجائب اللي عملها الله بواسطتنا أنا وبولس بين الناس الأغراب اللي ما يتبعون شريعة موسى. يا أخوتي ها يا عقوب، ايش تريد تقول؟ اسمعوني مليح، بطرس حكالنا أشون الله اهتم بالناس الأغراب حتى ياخذ منهم شعب اللوة والمجد، وكلام الأنبياء يتفق مع هذا الشيء، فالكتاب يقول: بعد هذا أرجع وأبني مملكة داود اللي سقطت وأبني خرابة وأرممها، فيطلبني باقي البشر وكل الشعوب اللي يؤمنون بي، وهاي كلمة الله، والله على كل شيء قدير. وهسه أنا أرشع ما لازم نصعب الأمور على الناس الأغراب اللي يرجعون لله عز وجل، لكن نكتب لهم ونقلهم أن يمتنعون عن الطعام المذبوح للأصنام وعن الزنا وعن لحم الحيوانات المخنوقة وعن أكل الدم. انبور هاي الفرائض معروفة بتوراة موسى ويقراها كل الناس بيوم السبت ببيوت الله. الحمد لله على هدايته لنا. لهذا السبب يا أخوان، أشي تقولون لو نختار اثنين من بياناتنا ونبعثهم مع بولس وبرنابا الأنطاكية بسوريا حتى ينقلون كلامنا للناس الموجودين هناك؟ ايه هذا أحسن حل نعمله. ايه نعم.
واختاروا بارسابة وسيلة وهي من الأخوة المؤمنين، وكتبوا رسالة وبعثوها معاهم، وغاحوا لغجيل الأنطاكية ونزلوا هنوك واجتمعوا كل المؤمنين سوا وسلموهم الرسالة فقروا: من إخوانكم الرسل والشيوخ للناس المؤمنين من كل الشعوب بانطاكيا وسوريا وكلكيليا، بعد التحية. نحن سمعنا أنه طلعوا من عندنا ناس وبدون تصريح من عندنا وزعجوكم وقلقوا أفكاركم، وبعد المناقشة اتفقنا أن نختار رجال اثنين من عندنا ونبعثهم لكم مع الأخوي بولس وبرنابا. رجال اثنين خاطروا بحياتهم في سبيل عيسى المسيح، ولهالسبب بعثنا بارسابا وسيلة حتى يبلغوكم هاي الرسالة، والروح القدوس أكد لنا هذا الشيء. لذلك اخشعنا أن ما نثقل عليكم بشيء فوق طاقتكم، بس تمتنعون عن الطعام اللي يتقدم للأصنام، وعن الدم، وعن لحم الحيوانات المخنوقة، وعن الزنا. وإذا صنتم أنفسكم من هذا الشيء فكلش مليح تعملون. الله يبارككم ويحفظكم. الحمد لله، الحمد لله على هاي النعمة. نشكر الله اللي أنعم علينا بالخلاص. سبحان الله، سبحان الله اللي هدانا للصراط المستقيم. بارسابا وسيلة شجعوا الأخوي وشدوا أزرم كلام كثير، وبعد ما بقوا مدة صرفوهم الأخوي حتى يرجعون للقدس بسلام. سيلة قرر يقعد هنوك، بولس وبرنابا بقوا بأنطاكيا وكانوا يعلمون ويدعون الكلمة الله مع كل الناس. إلى لقاء آخر مع الحواريون.